فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن أن يتعارض القرآن مع السنة؟ ويقول القائل: لا آخذ ما يعارض القرآن، وهل هذا القول يعد كفرا؟ نعم، الذي يقول هذا القول ما هو بعيد من الكفر، لأنه يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم وينكر أحاديثه. هناك فرقة معروفة تسمى القرآنية ينكرون السنة، وأولهم الخوارج. الخوارج ينكرون العمل بالسنة، هذا لا يجوز الكلام هذا. سنة الرسول حجة بعد القرآن. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا بد من طاعة الرسول والعمل بأحاديثه الصحيحة بعد القرآن الكريم. وأحاديث الرسول تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه وتبين مجمله، فهي بيان للقرآن، لأن الله قال: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس. ما بماذا بين؟ بين بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا أن صلاة الظهر أربع، وأن العصر والمغرب ثلاث، والفجر ثنتين؟ من أين أخذنا؟ من القرآن، من السنة. من أين أخذنا نصاب الزكاة وأنصباء الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أخذنا من السنة. القرآن فيه مجملات تبينها السنة. هل يقول الكلام هذا؟ هذا ما يعمل بالقرآن. لو كان يعمل بالقرآن لعمل بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي من الله، تكذب بالوحي؟ الأمر خطير جدا. نعم.